جال فنيه موجوده بالاتحاد ما قدر ياخذون واحد او اثنين، احسن ما اخذ لي واحد من عضو الاتحاد او اخذ من اي واحد كان. يا عم حاضر يا عم، اي يعني مشكله ازليه، ممكن طبعا. ممكن اخذ خبير هو يخدم البلد. ما يعتبر خبير كاساس؟ مدرب منتخب وطني كاساس هو مدرب، بس اكو خبير بالدوري العراقي، اكو خبير بهاي البطولات. احنا مثلا نقول لك الدخل معتركات بهاي البطولات، اكرم سلمان، حكيم شاكر دخل كاس العالم، انور جسام كذلك كاظم الربيعي متابع للدوري العراقي بشكل يعني دائما اشوف بالدوري العراقي. ممكن اخذ واحد من الخبره هاي انه يعطي معلومه اضافه لشيء. نحكي بامانه، نعم، يتقبل اسمه عماد محمد اي مدرب عراقي، نعم، وجود مدرب اخر بعنوان خبير يروح ويالي بطوله كاس العالم؟ طبعا ما يصير بيناتهم تقاطع. الانسان اللي عنده ثقه بنفسه، اي مدرب عنده ثقه بنفسه، ما هو عنده ثقه بنفسه ومنطي الاتحاد، ترى منطي كابتن عماد مطلق يعني كل شيء منطي، بحيث انا كمدرب الاتحاد لو هيك معتني يعني ككادر تدريبي او بهذا المنتخب ما اخاف من اي خبير، ما اخاف لهم اي واحد يجي مثلا. ليش؟ يمكن معلومه هاي تفيدني الي، يمكن هاي انا استفاد من عندها بالبطوله. احنا اللي اخذنا لاعبين طبعا احنا مو مثل اسيا، احنا مو مثل الفرق العربيه، احنا حتى نشوف اجسامهم مثلا، حتى الاجسام يعني نشوف يعني نشوف اجسام اوروغواي، نشوف اجسام تونس، كلهم اجسام بنيه جسمانيه لياقه بدنيه على اي احتكاك، اي احتكاك اللاعب المنتخب العراقي ما ياخذها. اضافه لهذا الشيء احنا صار عندنا خلل بالمباراه الاولى، احنا البطوله اي بطوله ندخلها لازم اول ما نفكر بالمباراه الاولى شلون ممكن اسوء احتمال اخذ التعادل. ليش؟ حتى افكر. شوف اليوم